متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، أهلا بكم. نحن بصدد العمل على إعداد تقرير بشأن الاتفاق الذي تم بين هيئة تحرير الشام والفصائل الموالية لها وبين إيران، التي وقعت اتفاقا يقضي بخروج من في داخل كفرية والفوعة مقابل خروج 2000 مطلوب لدى النظام من مضايا والزبداني. عملية إفراغ أو التغيير الديمغرافي التي تتم في سوريا، المنهجة التي تقوم بها إيران سوف نناقشها جميعا في هذا التقرير. إلى جانب ذلك سوف نستعرض آراءكم بهذا الخصوص وبخصوص ما قامت به هيئة تحرير الشام، إذ أنها متابعين تقوم برفض أي عمل سياسي تقوم به المعارضة وتكفر كل من يشارك به، وأخيرا ما تم في أستانة وما تم في جنيف. سوف نستعرض آراءكم مقترحاتكم من خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بأخبار الآن ومن خلال حسابي على تويتر @زكريا نعساني في تقريرنا القادم الذي سوف يعرض مساء اليوم على برنامج استوديو الآن، 7 بتوقيت السعودية، 8 بتوقيت الإمارات.